فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أحسن الله إليكم. هذا يقول: بعض الدعاة وطلبة العلم يقولون عند التحدث عن الشيعة والرافضة إنهم إخواننا، هل يجوز أن نقول ذلك وما الواجب في ذلك إن لم يصل؟ نبرأ إلى الله منهم ونبرأ إلى الله من هذا القول، ليسوا إخواننا، والله ليسوا إخواننا، بل هم إخوان الشيطان، لأنهم يسبون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، الصديقة بنت الصديق، ويكفرون أبا بكر وعمر ويلعنونهما، ويكفرون الصحابة عموما إلا أهل البيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مع أنهم هم أعدى علي بن أبي طالب، علي يبرأ منهم عليه رضي الله عنه، بريء منهم، علي إمامنا وليس إمامهم، إمام أهل السنة وليس إمام الرافضة الخبثاء. فنحن نبرأ إلى الله منهم وليسوا إخواننا، ومن قال إنهم إخوان فليتوب إلى الله ويستغفر الله، والله جل وعلا أوجب علينا البراءة من أهل الضلال وموالاة أهل الإيمان. نعم.